اتفقت مصر وإثيوبيا على استئناف مفاوضات عاجلة مع السودان لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة يتناول ملء السد وقواعد تشغيله، وذلك في غضون 4 أشهر. ووفق التفاهم بين القاهرة وأديس أبابا، تلتزم الأخيرة خلال المفاوضات بعدم إلحاق أي ضرر بمصر والسودان أثناء ملء السد، بما يضمن الاحتياجات المائية للبلدين. في القاهرة ينتهي اجتماع المصافحات والابتسامات هذا، يتمخض عنه بيان مشترك حول معضلة سد النهضة، رأس ماله الشروع في مفاوضات عاجلة للاتفاق على إنهاء ملء السد وقواعد تشغيله في فترة 4 أشهر. في هذه الفترة والحديث للبيان، تلتزم أثيوبيا أثناء ملء السد بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، لا تمس الاحتياجات المائية للقاهرة والخرطوم. الفترة المحددة بحسب التفاهمات، يقول المصريون إنها تبدو كافية للحفاظ على الاحتياجات المائية للبلاد، شريطة أن توشح بتوفر الإرادة السياسية للإثيوبيين. الاتفاق تعتريه الخشية أيضا كونه دبلوماسيا أكثر منه واقعيا، فحصيلة مفاوضات سنوات لم تنتج شيئا ملموسا، كما أن أديس أبابا أعلنت مضيها قدما في مرحلة الملء الرابعة للسد حتى قبل وصول رئيس وزرائها إلى القاهرة. كما أن الطرف الثالث في المفاوضات وهو السودان منشغل بالاقتتال الداخلي، وهو ما يعقد التوصل لأي اتفاق بشكل عاجل. الملء الرابع للسد، تقول أثيوبيا إنه لن يسبب أضرارا لمصر على غرار ما جرى في المرات الثلاث السابقة، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى أن مصر ستفقد كثيرا من حصتها المائية، ما يعني تأثر نقص إنتاج الكهرباء من السد العالي وفقدان نحو 10% من المياه المخزنة على الأقل كبخار وتسريب تحت سطح الأرض. الأضرار لمصر بسبب سد النهضة لن تكون مؤقتة، وأي اتفاق إن تم تطبيق مخرجاته فإن المصريين على شفا مواجهة تداعيات خطيرة نتيجة عرقلة تفاهمات طيلة السنوات الماضية. ضعف موارد البلاد المائية وتناقص حصة الفرد السنوية من المياه، كلها مشاكل يحذر منها المسؤولون المصريون، علاوة على البطء في تنفيذ مشروعات للتحلية وإعادة تدويرها بهدف معالجتها، تلبية لضغوط الطلب المتزايدة في هذا القطاع الحيوي. وينضم إلينا من القاهرة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معايا سيادة السفير. والحقيقة الإعلان عن عودة المفاوضات مرة أخرى بعد لقاء ما بين السيسي وأبي أحمد ليس بجديد. فيعني بعد كل لقاء دبلوماسي بنسمع عن عودة المفاوضات مرة أخرى. فخلينا نحكي واقعيا، بعد توقف المفاوضات لمدة حوالي 2 عامين وبعد تعثرها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إيه اللي ممكن جديد تقدمه العودة للمفاوضات هذه المرة، وإيه الآليات اللي ممكن تؤدي إلى سيناريو مختلف عن السيناريوهات السابقة؟ يعني أعتقد ما أعلن عنه في القاهرة اليوم يبشر بالخير، نعم، وبيفتح الآفاق أمام الأطراف الثلاثة للتوصل إلى اتفاق خلال ال4 أشهر القادمة. طبعا نتذكر أنه منذ حوالي 10 أيام أو ربما أقل من ذلك صرح السيد رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد بأن أثيوبيا ستشرع في الملء الرابع، وأنها لن تلحق أي أضرار بالاحتياجات المائية لمصر والسودان. وأعتقد ده كان بداية أو إشارة أو مقدمة لما أعلن عنه في القاهرة اليوم. أعتقد أنه البيان الصادر بيدعو إلى الاطمئنان، لأنه صياغته صياغة هادئة، صياغة واقعية، وده في التزام، حضرتك، التزام علني والتزام رسمي من رئيس السلطة التنفيذية في أثيوبيا إن الملء الرابع لن يؤثر
سلبا على احتياجات المائيه لمصر والسودان. وكما تعلمين حضرتك كان في نوع قدرا من القلق في مصر انه قبل الاعلان عن هذا البيان كان في نوع من القلق وقلق كبير لدى بعض الدوائر المصريه انه خلال الملء الرابع احتياجات مصر من المياه ستقل بشكل يؤثر على الزراعه بصوره سلبيه. لكن ما اعلن عنه في القاهره اليوم اعتقد حضرتك هو مطمئن وفي تقديري يبشر بالخير، وتحديد فتره زمنيه 4 اشهر للتوصل للاتفاق ده يدل على ان في قدر من الجديه لدى الاطراف الثلاثه لفعلا حضرتك التوصل لاتفاق ولو ودي لملء وتشغيل سد النهضه. طب سيادة السفير، يعني الطرف الثالث السودان هو الدول كانت بتجتمع أيضا لدراسة الصراع هناك، إلى أي مدى يؤثر الصراع في السودان على المفاوضات المتوقعة بشأن سد النهضة؟ أعتقد أن أحد الجوانب المضيئة، أحد الجوانب الإيجابية التي يجب ينبغي أن نتوقف عنها هو أنه تم الإعلان عن هذا الاتفاق في القاهرة اليوم بالرغم من الصراع المسلح الدائر في الخرطوم. تتذكرين حضرتك أنه كان في بعض وسائل الإعلام تكهنت بعد 15 أبريل الماضي اللي هو تاريخ بدء الصراع المسلح في العاصمة السودانية، تكهنت أنه أثيوبيا هتستغل هذا الصراع المسلح من أجل عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. في تقديري الشخصي أنه الأهمية المضاعفة لهذا البيان وهذا الاتفاق أنه جاء عكس هذه التوقعات والتكهنات. آسف. طيب سيادة السفير، يعني أنا هكون صريحة مع حضرتك، البعض شايف أن إثيوبيا طوال الفترة الماضية كانت بترفض المطالبات المصرية اللي كانت واضحة جدا من البداية عن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. البعض بيقول ان الحقيقه المفاوضات العوده المفاوضات الان هي يعني ممكن نقول ايه استقبال مصر لما هو على ارض الواقع، وان اثيوبيا عملت الملء الاول والثاني والثالث والان الرابع بجانب تشغيل السد كان بقرار فردي. فهل في خيارات متاحه امام مصر الان ام نحن نستسلم بالفعل لما هو على ارض الواقع؟ الموضوع حضرتك مش استسلام لما هو على أرض الواقع. نعم. مصر من اليوم الأول كما تتذكرين سيادتك، مصر أعلنت إن هي ليس ضد بناء السد، نعم، وإنما من البداية مصر تريد التوصل لاتفاق حول قواعد تشغيل السد وخصوصا في سنوات الجفاف والجفاف الممتد اللي قد يمتد حتى 7 سنوات. وديت حضرتك يعني الفكره ما كانتش مرفوضه من اثيوبيا. لكن اثيوبيا خلال السنوات الماضيه كانت مشغوله في حرب التجراي، وكان في بعض الاوضاع الداخليه في اثيوبيا، وانا اصارح حضرتك القول انه تم تسييس بصوره كبيره جدا مسألة عدم التوصل إلى اتفاق حول قواعد تشغيل السد. لكن أنا أعتقد حضرتك أنه بعد ما هدأت الأمور في أثيوبيا وبعد أن بدأت مصر يعني أو مصر كانت دائما تؤكد على أنه التفاوض والحل السياسي والحل ونحن الآن الدبلوماسي نعود لطاولة المفاوضات لعلها المرة الأخيرة ونصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويضمن التنمية للشعوب الثلاثة. بشكرك سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا من القاهرة.